هذا برنامج ساخر هزلي غير حقيقي غير موضوعي وغير محايد، والأحداث الواردة به خيالية ولا تمت للواقع بصلة، وأي تشابه بينه وبين الواقع فهو أغرب من الخيال. نسيت أقول لكم، هذا البرنامج للكبار فقط. نظراً لما قد يتضمنه هذا البرنامج من محتوى قد يكون غير مناسب لبعض الفئات العمرية، لذلك لازم التنويه. من الآخر كده، أي حد يكسف يقوم دلوقتي عشان ما يضايقش مننا. أدينا قلنا لكم هو قمتوا خلاص. مساء الفل. والآن مع برنامج البرنامج مع باسم. زمن عزت فيها الحريات، جاء رجل واحد ينتقد السلبيات بشوية إثبات. احنا جايين ان شاء الله يتفلسف نصبح على النايب العام، يترنح ويتمعجن، يتصور بلاب وتترفع على الفيس، تحمل عدسات الكاميرات والمتحرشين وشبيه صلاح قابيل. هذا الرجل الذي أبدى استعداده لعمل إعلانات معجون أسنان لتغطية التكاليف القانونية، حمل منتج برنامجه على ظهره كدب الباندا الأليف، باسم يوسف. الحرية مش ببلاش، فدفع لهم كاش. اهلا بكم حلقه جديده من برنامج البرنامج. احنا ما لحقناش نغير، جينا زي بالظبط. مبدئيا قبل ما نبتدي احب ان انا ارحب باستاذ حنين صباحي. خلاص خلاص يا عم. طب انزل لانكل حمدين. طيب شكرا. عمرو اسماعيل يا جماعه. شرفتنا استاذ حمدين. احنا عايزين نقول لك ان احنا ماشيين على خطاك، وان شاء الله بعد اللي حصل ده انا قررت ان انا ارشح نفسي للانتخابات اللي جايه. ما بيصدقوا هم. انا هحاول اقلدك في الحمله بتاعتك بالظبط. ممكن نشوف لو سمحت. يا سلام. الشعر بيفرق برضه. ده لوحده بيجيب 1.5 مليون. ده نجس شوار. المهم زي ما انتم عارفين الاسبوع اللي فات كان صعب شويه علينا، يعني كان عندك ضبط واحضار، ازراء اديان، اهانه رئيس، بوليس الاداب ان شاء الله جاي في السكه. فانا عايز اشكر كل اللي ساندني من الاعلاميين هنا هوت في مصر
على كل الدعم اللي قدمه لنا والتغطية الاحترافية اللي عملوها. استدعاء مذيع بتاع باسم يوسف. باسم يوسف يهرب من التحقيقات إلى الحمام. ما تروحش يا باسم النياب. ويبقى لسبب بسيط ويبقى متخلف. هو بس يوسف يجيب حاجه من بيته من عند خالته. شكلنا في ناس كتير جدا مننا هتخش الحمام ان شاء الله. على ذكر ان كلنا هنروح، الاستاذ جابر القرموطي لسه متحول التحقيق هو كمان، شوفيته مقدما حضرتك. المهم الموضوع ما وقفش بس عند مصر، فجاه لقيت اسمي بيتقال في كل محطه تلفزيون في العالم. بسام يوسف host a TV show known for poking fun at the president. Our Bassam Youssef. Viernes, el cómico Bassam Youssef retransmite insultos a la persona del presidente. Der Comedian Bassam Youssef hat es innerhalb von zwei Jahren. Persidangan Youssef berlangsung lancar. Bassam Youssef ist Eiji-Ban der Mingzui, Yuehan Siduha. Bassam Youssef? Bassam Youssef kann haibatu fit takshibatu. Lakin talau bekafolutu. لكن اخيرا بقى احلى تغطيه لاروى الناس، لحبايبي اللي في لبنان. النائب العام في مصر يامر باعتقال مقدم البرنامج التلفزيوني الساخر البرنامج باسم يوسف. يا عيون باسم يوسف. والله العظيم انت اللي كنت مصبراني على كل ده. انا لو كنت اعرف كنت خليتهم يقبضوا عليا من زمان. ايوه اؤمري تحت أمر. وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة الزميل هشام مهران. هشام تفضل. هشام ليه هشام؟ أنا اللي شديت تكلمي مع هشام ليه؟ كلميني أنا. يعني تتبهدل أنا وتحقق معايا وفي الآخر تكلمي هشام. يلا ما علينا. المهم الناس اللي سندتني الحقيقة كانت في كل حتة، حتى لو كان ده في قنوات عادة مش بتساندني قوي. أنا مش موافق على اللي تم مع باسم يوسف النهاردة. معقول؟ أستاذ سيد عالي بيدافع عني في قناة الحافظ؟ آخر مكان ممكن تسمع الكلام ده، وآخر مكان أتوقع إن أنا أشوفه فيه. الحقيقة أنا متفاجئ ومبسوط. أصيل أصيل يا أبو السيد. أنا شخصياً لم أرى في حياتي حد برنامج كل أسبوع يسخر من شخص واحد أياً كان هذا الشخص، مع كل تقديري إن في النهاية الرئيس مرسي. خلاص بقى، يعني خلاص النكتة حتى بقى دمها تقيل. الكلام عن الرئيس بقى نكتة دمها تقيل؟ كلام عن الرئيس نكتة دمها تقيل؟ انت شفت الرئيس بيعمل ايه كل يوم؟ لو هي عندك حق، دمنا احنا فعلا تقيل، يعني بالمقارنة اللي بيقولوا احنا مش ممكن نعلي عليه. معلش ده برضو نوع من احترام الرئيس، ممكن نختلف في الحاجات دي. في حضرتك اي رسالة تانية تحب تبعتها لجمهور قناة الحافظ؟ اعدائنا اعداء المشروع الاسلامي كتير جدا جدا جدا. انت بتنتسب المشروع نفس الاسلامي ليك طبعا؟ او انت بتنتسب ليه؟ انا ابن المشروع. خلينا فاكرين انا ابن المشروع ده. ثانيه واحده، سيد علي ابن المشروع الاسلامي بيتكلم عن المشروع الاسلامي واعداء المشروع الاسلامي في قناه الحافظ؟ ده حتى عاطف عبد الرشيد اتخطف. معلش ما احنا برضو كلنا مسلمين، مع ان مش كلنا شايفين ان اللي بيعمله اخوان له اي علاقه بالمشروع الاسلامي. معلش في الاخر استاذ سيد علي راجل رايه حر، واكيد مش هيعوم على نفس عوم القنوات ديت. اللي انت بتعمله مع الدكتور محمد مرسي لو كان ابوك اعتبر ابوك عشان خاطر الدكتور مرسي هقول له ان ربنا يعينك اعتبر اب يا اخي، وان دي امانه تحملها، وما يصيبك اصاب قوم اخرين، يعني اصاب الانبياء والرسل. نحب نرحب بزميلنا الجديد في قناة الحافظ. الرئيس مرسي زي ابوك، زي كده القصيرة لا تحتمل. يا ترى كان ايه رأي استاذ سيد علي في اعداء الاسلام قبل كده اللي حبسوا الاخوان وحبسوا الدكتور مرسي وكانوا يعتبروا اعداء المشروع الاسلامي؟ على ان رئيس الجمهورية وتحديدا الرئيس مبارك هو خط احمر لاي شيء، خط احمر لانه رب العائله، وهذا الرجل فعلا يعني بيتحمل كثير جدا جدا جدا، يتحمل كثير جدا 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 زي الانبياء والرسل كده. يا على العموم الاراء بتتغير، الاهواء بتتغير. هو دلوقتي شايف اللي بيقدمه الاخوان المشروع الاسلامي حر هو يا جماعه. اصل يا جماعه مش مجرد مشروع، ده هويتنا كلنا صح؟ ومن غير الهويه دي نبقى عاملين ازاي؟ يا سيدي لو انا شلت المشروع الاسلامي انا بقيت عريان بلبوص، ما عنديش هويه. صدقني مش محتاجين خالص نشيل المشروع الاسلامي عشان ده حصل، حضرتك قمت بالواجب.
المهم زي ما انت شفتوا مش كل الناس كانت في صفنا، طبيعي في ناس معترضه اللي احنا بنقدمه، وخصوصا لو كانت الناس ديت من الحزب الحاكم. النهارده اللي بيتابع برنامج باسم يوسف انا شايفه انه برنامج تحول من برنامج الفاند يعني عاوز اقول ايه الروح الخفيفه واللي ما اعرفش ايه الى تخصص في اتنين الاخوان والرئاسه. الحريه ديت معناها انك انت تقدم اعلام محترم، انت في مصر مش في بلد راح تلعب فيها. انا ما بلعبش في حاجه. وكمان عن ان هم حاجتين الرئاسه والاخوان، هم مش اتنين، هم حاجه واحده مبدئيا. لكن الحقيقه هو عنده حق، احنا محتاجين فعلا اعلام محترم مش اعلام يلعب في. يبقى اكيد في قدامك اعلام محترم وواعي المفروض كلنا نقلده، مش كده؟ ام كلثوم برضو اللي قالت ايه، قوم بايمان وبروح وضمير دوس على كل الصعب، يعني دين. يعني ام كلثوم كانت بتقول الاسلام هو الحل. ام كلثوم ثلاث اخوان؟ والله على اغاني ام كلثوم هي اغاني كتير، ومع الاخوان هنحتاج اغانيها اكتر. عندك مثلا الاطلال، قول للزمان ارجع يا زمان، يا مكفن يا مسهرني يا زي. رجوعا بقى للاعلام المحترم، نرجع للاعلام المحترم اللي مش بيلعب في الاعلام اللي بيوعي الناس، اللي مش بيلبس الناس في الحيطه. قلنا ان الصراع النهارده بين الفلاح والفاس والخمره والكاس. شكرا يا سياده العميد قائد التوك توك العتيد. مصر مش رقاصه، رخصوا الدولار يا شعب مصر، وباي باي يا دولار، وباي باي يا سولار، مش عايزينك. 35,000 دولار حولهم الدفراوي لجنيه مصري وخسر ماديا، لكنك يا دفراوي ما خسرتش. نداء الى الدفراوي، نداء الى الدفراوي، ما تسمعش كلام خميس، نصائح بها سم قاتل. اللي قولي يا دفراوي، انت قلت لي بعت الدولار على كام يا دفراوي ساعتها؟ قال لك الدفراوي ما خسرش. يا خرب بيتك يا دفراوي يا لهوي. هو ده الاعلام المحترم مش اللي بيلعب في قائد التوك توك العتيد. مصر مش رقاصه، انت بتجيب الكلام ده منين يا راجل؟ انا مش فاهم، يمكن انا اللي غلط. ما هو مش ممكن كل دول يبقوا غلط وانا بس اللي صح. وكمان بصراحه موضوع النائب العام ده فتح عيني على حاجات كتير، انا برضو زودتها. مش كل شويه الرئيس الرئيس. على فكره ده مش خوف ولا تراجع اطلاقا، ولا انا بجيب ورا خالص. فانا قررت بعد رحلتي المكتب النائب العام ان انا مش هجيب ست الرئيس في الفقره ديت. انا النهارده هتكلم عن النائب العام. يا جماعه استنوا، استعجلتوا. لا 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 يا جماعه، يا جماعه لا، مش النائب العام شخصيا يعني، الموضوع النائب العام العمر مش معزقه بقى يعني. بصوا يعني شوفوا، مش كل حاجه كده وبتاع. بصوا يعني احنا ايه، علشان نامن نفسنا، نحن نحترم احلام القضاء ولا نقص اي نوع من الاهانه او سخريه من النائب العام. ابوس ايديكم، سيبوني في حالي. احنا النهارده هنتكلم عن ازمه منصب النائب العام، ازاي بتتخذ قرارات في البلد ديت. بصوا احنا كان عندنا نائب عام، وهوب اعلان دستوري، نائب تاني، تحسين قرارات، فجاه طلع قرار مش قانوني والنائب العام القديم هيرجع، مش هيرجع. بصوا ده كان لسان حال البلد. الناس حائرون يفكرون يتساءلون، النائب العام من يكون؟ اعاده النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الى موقعه. استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام بالمخالفه للقانون. عبد المجيد محمود بيحط اصبعه في عين الشعب، نقول لهم مش دي صوابع برضه؟ ولا انتوا بتوع صوابع كفته ومحشي؟ انت بيجي لك تقول الكلام ده ازاي؟
انتوا في الاخوان الصوابع عامله لكم حاجه؟ يمكن ليهم نظره خاصه برضو. ما هو من اول الصوابع الناس عماله تقول ايدي خفيه طرف ثالث. الاخوان هم اللي عرفوا التيتا، الصوابع هي اللي مسؤوله عن كل حاجه. اصل بصوا الصوابع دي بيتعمل بيها حاجات كتير قوي. الصوابع دي يتعمل بيها علامه النصر، الصوابع دي ممكن تخمس بيها، تصبع بيها كفته. المهم بقى عندنا ازمه دستوريه وقانونيه، بس الرئيس عمل كده مش عشان نفسه، عمل كده عشان يحقق مطالب الثوره، مش كده؟ اقاله النائب العام جاءت تلبيه لمطالب الثوار، زي حكايه اعاده محاكمه من قتل الثوار والبحث عن من قتل الثوار حقيقة. أيوة، هو عمل كده عشان يجيب حق الشهداء، حق الناس اللي ماتت. عمل كده من أجل الثورة، من أجل الثوار، من أجل الحرية. الحرية فريدوم. كده أنا استريحت. النائب العام، الإعلان الدستوري، كل ده كان عشان الثورة، عشان الحرية، عشان الفريدم، عشان نقدر نحاسب وندين رجال النظام السابق. خلاص يا جماعة، محدش هيفلت من العقاب. محكمة جنح مدينة نصر أخلت سبيل زكريا عزمي، إخلاء سبيل صفوت الشريف، إخلاء سبيل الدكتور فتحي سرور، إخلاء سبيل سامح فهمي وزير البترول الأسبق، براءة وزير الثقافة فاروق حسني. براءة يا أستاذ، في حد وراك ما خدش براءة لسه؟ أنت خدت ورا ولا ما خدتش؟ لا أنا ما خدتش، أنا ما خدتش. أنا ما خدتش وبصراحة مش عايز آخد. إيه ده؟ يعني الهدف من التغيير ما تحققش؟ لكن بصوا، على الأقل لسه مبارك في السجن، صح؟ سيبك من كل اللي طلعوا دول، هنخلص حقنا من مبارك. خبر عاجل، مبارك هيخرج في 14 إبريل المقبل. فريدم في المبارك؟ أنتوا عارفين؟ وقت الإعلان الدستوري كل الناس قالت يا جماعة مش دي الطريقة، مش ده الصح، مش ده القانون، ما ينفعش نبلطك بإعلان دستوري. لكن اتقال علينا عملة، خونة، فلول. هل كان يا ترى في رأي تاني من جوه السلطة، من رجالة السلطة، من الناس اللي عينهم الرئيس وزير العدل مثلا؟ عزل عبد المجيد محمود قرار أنا أنكرته واحتجيت عليه في حين، بس اعمل ايه؟ واحد غلط، عاوز اعمل ايه يعني؟ اتفضل. قلت للسيد الرئيس، قلت في مجلس الوزراء، قلت في اجهزه الاعلام، ما تعزلوش عبد المجيد محمود. على يدي! انا كنت قاعد هنا والرئيس مرسي قاعد هنا، هو على نغمه واحده، عبد المجيد يمشي، عبد المجيد يمشي، عبد المجيد يمشي. اقول له يا جماعه ما يصحش عبد المجيد ما يمشيش، يقول لي احبوش. بلاش عبد المجيد، يقول لي ده مطلب ثوري. اقول له بلاش عبد المجيد، يقول لي والنبي لو اديه الفاتيكان. والله كنت فضلت كده، وانا مالي؟ قلت لهم والله، زي ما ناس كانت في لجنه الدستور وطلعوا قالوا، انا قلت لهم والله ايه لبستوا الدستور خلاص، يلا بالشفا. يعني المستشار احمد مكي اللي انت معينه وزير العدل، يعني بيفهم في القانون، يقول لك ده غلط وبرضه تصر على كلامك، فطبيعي ان اللي بيتكلم مننا يبقى مش فاهم، عميل، خاين، فلول. فاكر لما حاولت تشيل النائب القديم وحصلت ازمه وبرضه السلطه ما اتعلمتش؟ انا نفسي اعرف انتوا بتاخدوا قراراتكم ازاي؟ مثلا لما جيت تشيله اول مره ما كانش مفهوم، انت شلته، كلمته، ولا بعت له حد؟ قد يساء فهم اتصال الرئيس بشكل مباشر وكأنه إقصاء أو تأثير أو إملاء، فهو فضل أن يتولى هذا صديق، حتى صديق للنائب. أوه، الرئاسة استعانت بصديق. أنتوا بتحكموا البلد ولا بتلعبوا من سيربح المليون؟ عشان كده ما حلوش أي مشكلة في البلد، مستنين لما حد يحذف لهم إجابتين. بصوا، أعتقد أن ده معاد فقرتنا من سيربح المليون النسخة الرئاسية. أهلا بكم مع من سيربح المليون النسخة الرئاسية. معنا ضيفنا
احمد الجرحي من رئاسه الجمهوريه. اهلا يا جرحي. يا اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. انت منين يا جرحي؟ من مصر، من الاتحاديه ان شاء الله. اجدع ناس والله. شوف انت جاي معاك حد النهارده يا جرحي؟ معايا طقم حراسات خاصه. ايوه. ومدرعتين وحماتي. اهلا بيك يا جرحي. اهلا بيك حبيبي. ان شاء الله نبدا على بركه الله. يلا بسم الله. حضرتك عندك اربع وسائل مساعده. تمام. عندك راي الجمهور، حذف اجابتين، تمام، الاستعانة بصديق، تمام، وعادل حمودة. مين يا فندم؟ عادل حمودة. عادل حمودة. تمام. على بركة الله. السؤال الأول. أكمل الأغنية التالية. الدنيا ربيع. جمهور متحمس حبتين. مندس مثلا. الدنيا ربيع والجو بديع فظيع سريع مهبب وزي الزفت. نحذف كابتن بعد اذنك يا معلم. بسرعه كده. ليه؟ ده سؤال سهل. لا صعب. طيب ممكن الكنترول يحذف اجابتين؟ فضل بديع ومهبب وزي الزفت. بصفتي متعاطف مع رئاسة الجمهورية أحب أقول لحضرتك إن إجاباتك مضللة وإنك حذفت الإجابات الصحيحة. يا ريت نرجع الإجابات الصحيحة من فضلك. يا باشا دي أغنية. مش هينفع. باشا دي أغنية مشهورة جدا. يعني ركز معايا. إجابتك إيه؟ مهبب وزي الزفت. يا باشا متأكد إن هو مش بديع؟ لا، المرشد ملوش أي علاقة بقرارات رئيس الجمهورية نهائي. يا عم مرشد ايه ورئاسه ايه يا معلم؟ انا بقول لك بتكلم على الجو. مالها؟ احنا مش اتفقنا جوه ان انت مش هتجيب سيره البت بتاعت الدائري؟ لا يا عم مش شايعه. دائري مين يا معلم؟ انا الجو مش بالجو بتاعك. الجو بهبب زي الزفت. متاكد؟ طب انت زعلان ليه؟ اجابه صحيحه. أبو ليه زعلكوا يا أخي؟ السؤال الثاني. يشترط البنك الدولي في حالة منح القرض المصري رفع. لا مفيش فوائد ولا مادي مصاريف إدارية. يا عم فوائد إيه؟ القرض مفيش فوائد ولا ربا. يا أستاذي في إجابات بتختار منها. يا راجل. والله. طب ما بيعملوش معانا كده ليه في الحوارات والمداخلات؟ مش فاهم. التلفزيون بيسالونا اسئله غريبه فاحنا بنتخض بقى فبنقعد نرتجل ونبوخ الدنيا واحنا بنشتغل عليكم. المهم اوكي. لا ما تقلقش احنا هنريحك خالص. ما علينا. السؤال الثاني. ايوه. يشترط البنك الدولي في حاله منح القرض لمصر رفع. الاجابات هي رفع اثقال، رفع الدعم، رفع الشعب، رفع ضغط الشعب. بص هو انا متهيألي الدعم الحقيقه بس انا مش متاكد. يعني احب افكرك ان انت لسه معاك ثلاث وسائل مساعده. طب نستفتي الشعب. ناخد راي الجمهور يعني؟ ومات ناخد. ما ناخدوش ليه يعني؟ او ده حاسس الشعب ان ليهم لازمه برضه يعني. على رايك. جبت الجمهور. الجمهور بيقول لك 100% الدعم والباقي 0% 0% 0%. ها جرحي ايه رايك؟ رفع الشعب. متاكد؟ طب وراي الجمهور؟ رفع الشعب. الناس كلها بتقول لك الدعم. الشعب. يعني مين دلوقتي اللي هيترفع، الشعب ولا الدعم؟ هو الدعم لما بيترفع مين هيترفع وراه؟ الشعب. شفت؟ هيروحوا مننا فين؟ كيف؟ بعيد عنك. كيف فعلا؟ في الحالة دي إجابة صحيحة. انت كويس يا جرحي؟ انا كويس الحمد لله. انت جيت مواصلات؟ لا جايب اتوبيسات. حلقوها لكم بره؟ لا طيب موقف طيب. المدرعتين وحماتي بره. اوكي تمام اتفقنا. السؤال الثالث. من صاحب المقوله الثانيه؟ كليه. مرسي اخطا في قراره الخاص بعزل النائب العام. احمد مكي،
محمود مكي، احمد مكي الكبير قوي. مش عارف، بس انت لازم تختار اجابه. طب انا هستخدم عادل حموده. متاكد؟ اه، دي افضل وسيله مساعده عندنا. ايوه ايوه، عادل حموده. ماشي اوكي، الاستاذ عادل حموده. لانه ده معناه انه كانه على طريقه خالتي عندكم، لا ما جاتش يعني. اه هي خالتي بقى لها كتير ما بتجيش فعلا. فعلا. بص، هو الحقيقه اول مره يخزن الاستاذ حموده. طب بقول لك ايه، احنا هندي لك وسيله مساعده تاني. طب احذف اجابتين. اوكي، نحذف اجابتين. الاجابه اللي فاضله احمد مكي واحمد مكي. جميل جدا، اي حد فيهم؟ لا 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 لا، واحد منهم الفنان احمد مكي والتاني المستشار احمد مكي. طب مين فيهم مين يعني؟ ما اعرفش. طب انا اعمل ايه؟ انا مالي؟ حياتي بادي كرنب زبادي. انت بتعمل ايه؟ بتخذ قرار. سيدي محمد البغدادي. انت كده بتتخذ قرار؟ اه، ما انت فاكر الحكومه اتشكلت ازاي يا راجل؟ بنلعب كوين واشكل لك فريق رئاسي دلوقتي. الاجابه الاولى. جواب نهائي؟ لا والنبي. اجابه صحيحه. ايوه. ان شاء الله. السؤال الاخير ده هو بمليون جنيه. ها؟ ان شاء الله ان شاء الله. السؤال الرابع. في حالة إعلان إسرائيل الحرب على مصر، ماذا ستفعل؟ هتعتذر؟ هتعمل مداخلة تليفونية في أحد البرامج؟ هتعمل مؤتمر صحفي تعتذر عن مداخلة تليفونية في أحد البرامج؟ مش عارف. ممكن أكلم خالتي؟ صديق. طب نكلم صديق صلاح؟ آه صلاح. معانا صلاح؟ نكلم صلاح. ألو. أيوة سيد صلاح. ألو. أيوة، مين معاي؟ معاك باسم يوسف من برنامج البرنامج فقط من صباح مليون. أهلا بيك. معانا صديقك جرحي هيطلب منك اجابه سؤال، معاك 30 ثانيه اتفضل. اه صلاح. ايوه لا جرحي. ايوه يا حبيبي. ايوه، ازاي يا نادل ما تقوليش انك محتاج فلوس؟ رايح تمرمط نفسك في البرامج؟ ركز معايا صلاح، مش وقت يا حبيبي. لا 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 لا، ما ينفعش، لازم كنت تقول لي برضو. امال اخوات ايه وهباب ايه؟ ما ينفعش كده. هقول لك انا يا صلاح. يا ابني العبيطه العربيه. صلاح بقولك دي سوا يا ابني الكلب حواد. صلاح بقولك يا حماد، انا شكلي هتخانق مع ده، خلص واكلمها. راح صلاح. تحب تكلم الحاجه؟ لا، ممكن اكلم المكتب. المقطم ولا المقطم؟ اوكي طيب. ممكن حد يكلم لنا المكتب؟ الو، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمر معاك باسم يوسف من برنامج البرنامج فقرة من سيربح مليون. مليون؟ مليون مين؟ نحن لم نحشد لمليونيات. مليونات مين يا عم الحاج؟ بس معانا صديقك جرحي هيطلب منك إجابة السؤال، معاك 30 ثانية اتفضل. ازيك يا سيد؟ انت فين يا جرح؟ ممسوك؟ ابعت لك محامي؟ يا حبيبي ممسوك ايه الكلام ده، كان زمان، دلوقتي احنا بنمسك يا سيد. انا في برنامج من سيربح المليون يا حبيبي. مليون؟ الله مسهل لك يا سيدي. مشاركه لمغالبه. ها ماشي ماشي، ربنا يسهل. ربنا يسهل يا سيد. سيد حبيبي فين الكبير؟ معتكف اهو. ربنا يتقبل يا رب. طب الشاطر اللي عندك اديهوني عشان اساله. لا اشطر واحد عندك، مش تقصير، الله يبارك لك. لا ده في قطر، في قطر عقبال عندك. طب ركز معايا بقى يا سيد. قول. في حالة إعلان إسرائيل الحرب على مصر، حرب؟ ما ده احنا نطحنهم. نطحن مين يا سيد يا حبيبي؟ نطحنهم. البلد اللي ما نقولش اسمها، اللي بنبعت لها جوابات، هنطحنهم. اسمع الإجابات بس يا حبيبي. اسمع. قول سامعك. ماشي، هتعتذر؟ أكيد لا طبعا. طب هتعمل مداخلة هاتفية في أحد البرامج؟ طبعا، في الإعلام الفاسد. ركز يا سيد، الله يرضى عليك. سيد. ها جرحي، اجابتك ايه يا حبيبي؟ مش عارف. مش عارف دي اجابتك ولا انت حاسس بكده؟ هو الحياه هو اسلوب حياه اكتر منه اي حاجه تانيه. مش عارف. انتوا عمركم ما خيبتوا في الحاله دي. اجابه صحيحه.
وهكذا أعزائي المشاهدين تتخذ القرارات في برنامج من سيربح مليون النسخة الرئاسية. مبروك عليك، كسبت مليون جنيه. لا المليون دي تخليها لك، احنا خلاص كتبنا الدستور وعملنا اللي احنا عايزينه. نراكم بعد الفاصل.